كابتن عبد الجليل، الاهلي تقريبا ما عندوش اصابات مؤثره دلوقتي عكس بدايه السيزون كله تقريبا يعني. حتى كوكا يعني هو كويس وماتش العوده يبقى موجود، احمد عبد القادر ماتش العوده يبقى موجود، والسوليه هو بس اللي صعب، لكن كل الاصابات رجعت. حتى كوكا بقى ليه بدائل يعني، بقى في اكرم توفيق وبقى في ندفيد وبقى في اليو ديانج رجع وبقى في يعني بقى في عدد كبير موجود في الحته دي. والاهلي عنده هدف 20 ماتش ورا بعض دلوقتي، خد بالك، بدون هزيمه في افريقيا، وده متساوي مع الترجي، الرقم ده بتاع الترجي برضه باسم الترجي 20 ماتش. يعني الماتش ده هيبقى رقم 21 لده او لده، فان شاء الله للاهلي يعني ان شاء الله بدون هزيمه. ف ف ف ف ف الترجي كان من 2019 الرقم ده قديم، رقم قديم. ما الترجي خلاص 20 مش هيزود، اقصد الاهلي اللي عنده الفرصه، الترجي كده كده عمله. ف هروح للهجوم بقى، عندك وسام، عندك مودست، عندك كهربا، او وسام كهربا مودست، عندك الاثنين اللي هم السرد باكين توجاي وياسين رياح، يعني طوال لعيب عندها خبرات كبيره جدا قوي. مين انسب؟ هل طول مودست ولا التحامات وسام ابو علي ولا فنيات كهربا وتحركاته في رايك؟ انت ليه كده مع اثنين ليه جبت قلت مودست؟ اصل انا خفت بجد لان هيرمي. ايوه ما هو مودست ممكن، صح انت قلت اثنين طوال، وهو ممكن الراجل مقتنع بيه. انا بقول اسمه كده يعني لا ده انت قلت شايف جون ربنا سبحانه وتعالى يا حسين مكسب الاهلي، هيقول لي مكسب الاهلي في الدقيقه 97 الماتش اللي فات. صدق بالله. لا هو كسب الاهلي السوبر المصري يا عم والله، بقول لك ايه والنبي تنساش السوبر يا سيدي، خلي اليومين دول يعدوا بقى. اهدى اهدى لسه قدامنا 10 ايام. اهدى اهدى. بص يا استاذ محمد، ده تدريب الاهلي طبعا النهارده، هو ممكن يكون يا كابتن يجي في دماغه في تونس في استاد رادس يعني. بص انا اخاف ان الراجل كولر يسمع كلامك في الاستاد. لا الملعب الفرع انا اسف، الملعب الفرع التمرين الاساسيه بتبقى قبل الم... قبل الماتش. مش هقدر يا كابتن ان انا العب يعني بواحد مثلا اللي هو طويل لا انت عايز واحد لان هم طوال، بس على الارضي انا شايف وسام افضل في واحد في الضغط في التحركات في المرتده في المهاره. وسام برضه طويل مش وبيلف بالكره في ثانيه يا كابتن، بيروح بوشه للمدافع، ودي اصعب حاجه للمدافع ان انا الف لك بسرعه، عكس مودس بيقف يحضر لورا، كهربا ساعات بيقدر واقف يحضر، انما وسام انا شايف ان الماتش اللي هناك ده بتاعه لان تحركاته ومهاراته على الارض. وسام بيرتد نص الملعب برضه وبينزل تحركاته حلوه قوي، بيتحرك على الجناب من ورا الديفنس، مودست بيفضل سايب نفسه بيعتمد على جسمانه انه هيقف يحضن عليها مش تاخد منه، وده لعب قديم. التحركات بتاعت وسام دي احسن وكهربا، بس انا شايف ان وسام يبدا بوسام عشان الضغط على عشان الضغط وعشان تتحط في الرجل ومهاره، لان وسام بيلاعب اللعيب وسام خدها كان بيرد نص الملعب يقفل برضه وبيرجع دي مهم. بس انا عندي نقطه كابتن اللي هي بتاعت الاصابات اللي انت يمكن الحمد لله يعني شوف ياسر ابراهيم رجع، اليو ديانج رجع، ما احسن انت برضو مش ما تقدرش تحس بالاصابات قوي لان انت الحمد لله عندك تيمين، عندك بدايل كتيره يعني. احنا كنا ناسيين ديانج بقالنا كتير، كان مغطي ندفيد وكوكا بقى موجود دلوقتي، رجع اهو انت فاهمني، فما تحسش بغياب كوكا وندفيد او السوليه يعني. شوف انت بتتكلم على ثلاثه كوكا والسوليه والثلاثه لو اتشالوا من اي فرقه في اي حته هتقول ما عنديش ديفندرات. مظبوط، ده في اربعه كمان موجودين الحمد لله، عندك مروان وعندك اكرم وعندك امام وعندك ندفيد هناك وعندك اليو ديان وعندك قفشه، تمام ست انت فاهم. فانت ممكن حته الاصابات ما تحسش بيها قوي، ويمكن الاهلي ما حسش بيها كتير يعني، كان عنده نص الفرقه مصابه وكان اي حد بيلعب يعني. رامي اجاد لما ياسر اتعور رامي ما كانش بيلعب كتير، اجاد جدا في الحته دي. في عمر كمان موجود، عمر بيلعب الطرف فوق وبيلعب باك رايت، وعندك الحته الرايت دي اكرم وهاني وعمر، اي حد فيهم يلعب رايت يلعب ديفندر يعني، بالذات اكرم وعمر يلعبوا الحته دي، عنده ستريتش الراجل كويس في الـ في الـ في الـ بتضحك ليه؟ مش مقتنع بعمر دي؟ بس اسال مصطفى سؤال على الديفندرات. لا على الفراوده، ان مودست ممكن يتاثر نفسيا في الماتش اللي عنده مشكله. ده اكيد
ليه ديشامب اعلن القايمه بتاعت فرنسا النهارده ما فيهاش مودست. خادم بابي وجيرو ما خدش مودست. بيهزر طلعي. بيهزر يا ابو علي. لازم نعمل له. لا بس هو صراحه يعني صعب ان هو يلعب. ما انا مش هتكلم. يعني هو صعب. سيبه دلوقتي بعد ايه؟ سيبه دلوقتي. بص احنا كنا بنتكلم في الثالثه يمين على مهارات او قوه نهضه بركان في العرضيات. الترجي نفس الكلام. يعني خد بالك عنده سردباكين اللي هو مرياح وتوجاي مميزين طوال ومميزين برضه في ضربات الراس خد بالك. وهيطلعوا في الكرانر وهيطلعوا في الفاولات اللي على الطرف. كيف يواجه الاهلي وخد بالك برضه في ضربات الجزاء وفي الفاولات يعني هم مميزين في الكلام ده كله. النادي الاهلي مشكله كمان ان هو ما عندوش اطوال. يعني هو رامي ربيع وعبد المنعم وعندك محمد ياسر. هاني لا انت بتتكلم على هيلعبوا يعني على يعني محمد هاني مروان ممكن يمسك اكرم هم دلوقتي اللي بيلعبوا ممكن في ال 18 حد يشبك اللي بس هتبقى في فعلا مشكله. لا دي حاجه من المشاكل اللي النادي الاهلي بيتغلب عليها ازاي. كولر دي هو حسب اصل هو ساعات في اوقات بتفرج عليه ساعات بيلعب تمركز وساعات بيلعب مان ويعمل في اوقات تمركز ومان في 18 في 18 بيبقى موقف واحد على الاولانيه وواحد وراه وواحد يعني اكن ثلاثه ورا بعض كده وممسك مان. ده من وجهه نظري ده انسب حاجه لان طول ما انت قريب من اللعيب من الخصم على الاقل بتقعد تضايقه شويه حتى لو هو اطول منك شويه يعني والجنب بتاعه. غير لما تلعب التمركز. انا شايف التمركز طول ما اللعيبه ما بتبقاش عندهم اطوال كويسه بتبقى في مشاكل لان هو بيجي بالحركه وانت بتلعب من الثبات. فديت انا شايف هتبقى مشكله على النادي الاهلي في الكور الثابته دي. فلازم يلعب تمركز ومان الاثنين مع بعض يعني. طب كابتن عبد الجليل عندهم الفيرود بتاعهم اسمه يا شباب اللي هو البرازيلي ده. البرازيلي ده شعره رودريجو ده شعره مميز برضه ضربات الراس ومميز على المهارات على الارض. يعني شفت له والتاني البرازيلي التاني اسمه ايه اللي بيلعب على الطرف رساس. هو في عندهم اللي جاب الجون اللي هو حطها من فوق وجابها باكورد كده هو دوت ده لعيب تقيل ومهاري. و اي برازيلي يا كابتن هتلاقيه مهاري يعني الا برونو سافيو يعني. يعني فده قوي سافيو مكسر الدنيا. ازاي بيلعب في فنزويلا ولا لا بالله مكسر الدنيا فين؟ في بوليفار؟ لا هو ما فيش برازيلي جه في مصر غير كينو بس يعني بس حتى في الزمالك وفي الاهلي هو كينو كان قماشه ثانيه خالص كله سعر ثاني كله لا كينو كان سعر ثاني. اللي انت تنصح بيه الديفنس في مواجهه رودريجو او يان ساس البرازيلي الثاني ده لازم يركزوا يا كابتن قوي. يعني محمد هاني ناحيه اليمين زي ما بيركز في كاس العالم الانديه ولعب على كذا لعيب في كاس العالم الانديه وكان متفوق عليهم في بايرن ميونخ وكان قبل كده المباراة بتاعت ريال مدريد. المرة دي يعتبر ان ده نهائي. محمد هاني بيعرف يلعب فهيعرف يقفل عليه. خد بالك ويان ساس ده بيلعب وينج ليفت. وينج ليفت. وبينزل لتحت برضه بيخش لجوه. يعني مش بس بيلعب وينج ليفت صريح. الله يفتح عليك. فده هيبقى تكلفة غير أكرم. غشة ده ولا غشة ده ولا اسمه اللي هو الناحية التانية. أكرم هيشتغل معاه وممكن يسلمه لهاني أو هاني يسلمه يعني عارف دايما لما لو دخل لجوه هتلاقي فيه دايما هاني بينده لاكرم يقرب منه. لو طلع لبره اكرم هينده لهاني. دي دايما الجبهات يا كابتن لما بتتعمل كده دايما يقولك سلم دوت بس تنده عليه. الخوف لا يبقى يعني زي ما بتقول ايه يعني لازم اكرم بيبقى مايل ناحيه هاني. طبعا ما هو اكرم بيلعب الحته دي عشان اكرم وبيرستاو الثلاثه مع بعض يعني. بيرستاو بيعملها كويس بيدافع كويس ما شاء الله عليه يعني في اوقات يا كابتن هو بيفضل بس هو افضل وينج بيدافع في الاهلي بالظبط الماتشات الاخيره. لا حسين طبعا. لا بيرستاو لا حسين طبعا حسين اصل بيرسي على فترات انت زمان بس لما بيجي زمان كنا نعمل تاكلينج اول الماتش واخر الماتش يقول لك يا سلام الواد ده مكافح هو تاكلينج واحد عملته والله انا فاكر كويس ولعيبه كان يقول لك اعمل تاكلينج فلان قال وفلان كتب وفلان عمل ما انت اهو بتعمل تاكلينج اول ماتش واخر ماتش حلو بعد كده اخر دقيقه تروح جاي استاذ محمد في الفاصل يسكت. كنا بنلعب في المصري في بورسعيدي لا كان زمان الارض مش زي دلوقتي تراب وكده وعفر ففي اخر الماتش عادل عبد الرحمن كان وحش قوي طول الماتش فالكابتن طارق سليم قاعد على الدكه
وراح عادل جاي جنب الخط كده وراح طيب وراح معفر وبتاع. طارق سليم قال له يا سلام نجم الماتش وهي الوحيده دي له نجم الماتش. ف لازم هيسلموا لبعض الحته دي اللي هي سيد ده لعيب كويس وبيفلت كتير، بس اعتقد ان عبد المنعم ورامي وهاني وعلي هيبقوا مقفلين. ممكن عايز اقول حاجه بس بمناسبه بغض النظر عن الاسماء اللي انت بتقولها وقلناها من بدري، ان كولر اللي عمله ان هو خلى الاهلي يدافع صح. سيبك من الاسماء ايا كان فلان 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 صح. هو قدر يزرع دي، لا ما كانش دي في الاهلي، قدر يزرع دي ان هو بقى يخلي الاهلي يدافع صح، ودي بتفرق جدا في كل ماتشاته وخصوصا الماتشات اللي بره يعني. وبقى عنده مفاتيح هجوميه يقدر واكيد كلام حافظ صح بها يا جماعه. بس طول عمر النادي الاهلي من احسن مميزات في التاريخ كله والبطولات كلها ان هو بيدافع بره ملعبه كويس جدا. يعني بيلعب بره ملعبه كويس وجوه ملعبه بيبقى لا انا زي ما عبد الجليل قال بعد ماتش الخمسه اللي هو بتاع سندون فرقت جدا بدا يدافع صح. بس خلي بقى حضرتك ما دافعش ده ما دافعش ده ماتش يعني معلش. وقبل كده برده ما هو المدرب اللي قبليه السويسري برده اتغلب خمسه. لا مش السويسري، لا كان لاسارتي. لا لا ما كانش فايلر، ما كانش فايلر تاني. لا 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 مش فايلر، لا 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 فايلر ما اتغلبش فايلر. لا 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 اللي قبليه يعني لاسارتي ده خسر ده خد الدوري السنه دي. طب يعني يعني لا النادي الاهلي قدام صن خرج يعني كولر خسر خالص بس خد البطوله. الثاني كان في دور الثمانيه خرج. لا انا بتكلم انه صن داون دايما اي فريق بيلعبه في الحر في الجو دوت ويصطادوا الساعه 3 بيكسبوا. يعني انت هي الظروف ساعدت الترجي برضو ان هو لعب في وقت مختلف ومطره والشوط قعد عليه ساعه ولا قعد 30 دقيقه فالموضوع يعني راح للترجي. خلاص انا بقى انا بس طيب. انا قلت كولر ما ضافش حاجه ولا لكن لا ولا لا لكن لا انا بايدها انت برضو في لا ضاف الالتزام ثالثه يمين حسن مصطفى هابد بندر اصلا. طبعا لا فانت فهو طبعا قول ان الاهلي بقى يعرف يدافع بعد الجيل ده. ايوه بعد الجيل ده هيفوتها لك كابتن حسن مصطفى. انا بختلف إنما ليه تختلف لان هو كان بيدافع عشان الاهلي كان عنده مشاكل في كل الماتشات اللي بره ملعبه في كميه الفرص اللي راحت عليه السنه دي خصوصا. ازاي ما خسرش ولا ماتش؟ ما خسرش وانا بكلمك على كميه انت اتفرج على كميه الفرص في ماتش يانج افريكانز. نفس الفكره في ماتش بيترو اتلتيكو. بيترو اتلتيكو مفيش بيترو اتلتيكو في فرقه كده برضو من انجولا دي. انا بكلمك في الماتشات اللي انا اتفرجت عليها للاهلي السنه دي. كان عنده مشاكل دفاعية. وكان دايما مصطفى شوبير نجم الماتش او الشناوي نجم الماتش. ياما بتاع غانا هو المشاكل الدفاعيه كانت جايه من ايه؟ من الوينجين ما بيدافعوش مع الفرقه. حلاوتك انت وانت لحقني على طول. عيب عليك. بس في فرقه اتعادلت معانا هنا وهناك يانج ما هي لا بولوزداد في المجموعات هنا وهناك. هو قصده على الفرص دي في الماتشات دي.